بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم إن شاء الله بنكمل بموضوع قسمة مضاعفات العشرة والمية والألف. كنا بلشنا بهذا الموضوع بحصة امبارح بلشنا بهذا الموضوع، وقلنا إنه رح نعمل مثل ما كنا نعمل بالضرب، ننزل الصفر. بعد ما ننزل الصفر شو نعمل؟ بعد ما أنزل الصفر أعمل القسمة للرقمين اللي ضلوا، بنزل صفر أو بنزل صفرين أو ثلاث صفار على حسب المسألة. طيب اليوم بدنا نكمل. في عندنا سؤال هون، أول سؤال هون بيقول لك فل بخط بين العملية بين عملية القسمة وناتجها. هاي بدي أوصل. هلا شوف بحلها بعدين بشوف أي جواب لإلها بعدين بوصلها. فبلش معي هون، وين شو بدنا نعمل؟ ننزل الصفر. بعد ما ننزل الصفر شو بنقول؟ 56 تقسيم 80. 56 تقسيم 80 7. وين طلعت 70؟ هيها. فبوصلها هون. بعدين هون ما في اقفال، تمام؟ فبقول 56 تقسيم 80 7. وين 7؟ هيها بوصلها هون، تمام؟ بعدين اخر وحده بنزل الصفرين، هي صفر هي اثنين. بعدين يلا 56 تقسيم 8 7. اذا قديش طلع الجواب؟ 700. شو بعمل؟ بوصلها هون مع ال 700، تمام؟ بوصلها مع ال 700. اذا بحل السؤال بعدين بشوف مين اللي بيطلع معي الجواب الصحيح وبوصل. هلا نيجي للي بعدها، بقول لك اجد الناتج. هلا هون 2500 تقسيم 50 مثل في شغلة ثانية بدنا نعملها. إحنا ما كان يكون في عنا هون أطفال، صح؟ لما كنا نقسم ما كان يكون بالمقسوم عليه أطفال، ما في أطفال، صح؟ هيها هي الرقم الثاني هون ما في أطفال، الرقم الثاني هون ما في أطفال، والرقم الثاني هون ما في أطفال. طب إذا صار في صفر شو بعمل؟ شو بدي أعمل؟ بشيل الصفر اللي هون مع الصفر اللي هون. بعدين شو بتصير؟ بتضلها هيها 250 تقسيم 50. إذا عشان إذا كان في صفر بالعدد الثاني هون، شايف لي هذا العدد؟ إذا كان في صفر بشيل الصفر من هون مع صفر من هون. بعدين برجع أعمل القسمة اللي إحنا كنا نعملها المرة الماضية، يعني بنزل صفر هون بقول 25 تقسيم 5 قديش؟ 5. شو العدد اللي بضربه في 5؟ بيعطيني 25، هو العدد 5. طيب خليني أكتب كمان مسألة على هاي، عشان شو؟ عشان نعرف. لو حكينا تقسيم طيب هلا باجي هون بقول طيب ما هي ها هون في صفر، طب شو بدي اعمل بهذا الصفر؟ بشيل الصفر من هون مع الصفر من هون، حلو؟ شلت الصفر اللي هون مع الصفر اللي هون، بعدين هيها ضلت هيك 3600 9. بعدين هلا بحل السؤال. لما شلت الاطفال حليت السؤال، صح؟ انا كان بدي ما بدي بالرقم هذا اللي بعد القسمه ما بدي اطفال. هلا بنزل صفرين، بعدين شو بقول؟ 36 تقسيم 9 يساوي 4. طيب كمان سؤال خليني احطه هون. لو مثلا قلت لك 1 2 3 4 تقسيم 1 2. هلا شايف هون شو في؟ في صفرين هون، في صفرين، معناته شو بدي اعمل؟ بدي اشيل الصفر مع صفر، بعدين بشيل الصفر الثاني مع كمان صفر من هون. شو بتضل؟ بتضل 300
تقسيم 6. إذا العدد الثاني اللي هو بعد القسمة هذا ما لازم يكون فيه أطفال. هي هذا العدد اللي بعد القسمة بشيل الأطفال اللي فيه مع الأطفال اللي بالعدد اللي قبله. ف 300 تقسيم 6 هلا شوف ينزل صفر واحد، ليش؟ لأنه 30 تقسيم 6 5. تمام؟ إذا حتى لو كان في صفرين لو في ثلاث أطفال بشيلهم مع الأطفال اللي بالعدد الأول. تمام يا رابر؟ هلا بدي إيش؟ بدي أحل سؤالهم، هذا السؤال كلامي وإحنا بدنا نحوله ونعمله. هلا بدي أفهم شغلة مهمة، إنه القسمة عبارة عن توزيع، القسمة عبارة عن توزيع، فلازم تميز إنه هاي القسمة بكيف؟ بإنه عاد يوزعها توزيع، يعني مثلا بقول لك دعت معها 360 شخصا إلى حد، وكانت الطاولة الواحدة في القاعة تتسع إلى 9 أشخاص. كم طاولة يلزمها؟ عندها حفلة عزمت 360 شخص. هلا القاعة فيها طاولات، الطاولة الواحدة بتوسع قديش؟ بتوسع 9 أشخاص. إيش يعني؟ يعني أنا بدي أوزع الأشخاص على الطاولات. طالما إنه توزيع دائما بيكون توزيع، شو معناها؟ معناها قسمة. طيب هاي 360 تقسيم 9، طالما إنها توزيع، التوزيع معناته قسمة. شو رح أعمل؟ بنزل صفر، من صفر حينزل صفر. بعدين 36 تقسيم 9 4، صح؟ 36 تقسيم 9 4. إذا كم طاولة لازم يكون عندها عشان توزع عليهم 360 شخص؟ 40 طاولة، لازم يكون عندها 40 طاولة. يعني هي الطاولة الواحدة عليها 9 أشخاص، كمان طاولة بعد عليها 9 أشخاص، كمان طاولة بعد عليها 9 أشخاص. إذا كم شخص، كم طاولة لازم عشان توزعهم؟ لازم تضل تجيب طاولات لحد ما توصل لأربعين طاولة عشان توزع عليهم 360 شخص. طيب نشوف كمان سؤال مقالي هون. باع مهند تذاكر لعرض مسرحي بمبلغ 180 دينار، يعني بده يوصل فرجه بالمسرح وعنده تذاكر، فباع تذاكر ب 180 دينار. إذا ثمن التذكرة الواحدة 6 دنانير، شوف التذكرة الواحدة يعني الشخص الواحد اللي بيدخل يحضر المسرحية يدفع 6 دنانير، فكم تذكرة باع؟ هلا شوف شو بدي أعمل؟ بدي أوزع عشان أعرف كم وحدة باع، صح؟ إذا المبلغ الكامل، المبلغ اللي دفعه كامل كان 180، قد ايه باع وحدة؟ كم وحدة باع؟ إذا كان ثمن التذكرة الوحدة 6 دنانير، بدي أوزع يعني بدي أعمل قسمة، دائما لما يكون توزيع يعني قسمة. طيب بنزل الصفر 18 تقسيم 6 3. إذا كم تذكرة باع؟ 30 وحدة. باع 30 وحدة، فإذا بال 30 جاب قديش؟ جاب 180 دينار. بال 30 جاب 180 دينار. طيب نشوف كمان سؤال هون. هلا بقول لك اكتب رقما في المربع بحيث يكون الناتج من منزلتين. بده تكتب رقم بالمربع هون عشان يطلع الجواب هون منزلتين. هلا اي رقم بدك اياه تقدر تكتبه، مثلا بقدر اكتب واحد، فبحط صفر، بعدين بقول 15 تقسيم 5 3،
طب بقدر احط 2 بتصير 250 تقسيم 5، صح؟ شو بتصير؟ بتصير بنزل الصفر 25 على 5 فيها 5، صح؟ طيب لو حطيت 3 بتحط 3 تقسيم صارت 350 تقسيم 5، بنزل الصفر 35 تقسيم 5 قديش؟ 7. طيب ممكن احط 4، لو حطيت الفراغ 4 اقسم على 5 بنزل الصفر بقول 45 تقسيم 5 9. اذا انا شوف كم رقم اخترت، قلت لسه ممكن تكمل. انا اخترت الرقم 1، لما اخترت الرقم 1 اعطاني الناتج من جزئين، هي 30. لما اخترت الرقم 2 هون اعطاني الناتج من جزئين 50. لما اخترت الرقم 3 اعطاني الناتج برضه من جزئين 70. اخترت الرقم 4 اعطاني الناتج كمان مره من جزئين 90، صح؟ اذا بختار رقم بحيث يعطيني الجواب من جزئين. طيب نروح يلي بعد. بقول لك اكتشف الخطأ، أوجد الثلث الناتج من قسمه كما يأتي. شوف هي أوجدته، أنا بدي أشوف في غلط، أنا بدي أعرف شو الغلط. هلا مثل نعمل إكس على جوابها ونحل لحالها. إحنا شو بنعمل؟ بننزل الصفرين، بنقول 56 تقسيم 7 قديش؟ 8. إذا عدشنا الجواب 800، إذا هي شو عاملة؟ ناسية، نشيل الإكس ونشوف هي شو عاملة. ناسية صفر، صح؟ لازم يكون هي جوابها وهي جوابها. هي شو ناسية؟ ناسية تحط كمان صفر، لأنه كم صفر عندي هون؟ صفرين. هي حاطة صفر واحد مو حاطة صفرين، عشان هيك جوابها طلع غلط، لأنها لازم تنزل الصفرين بعدين تكمل حل. هي نزلت بس صفر واحد. تمام. هلا هيك بنكون انهينا درس القسمة المضاعفات العشرة مية ألف. هلا بنشوف إذا حدا عنده أي سؤال، وبنفس الوقت بكرة إن شاء الله بدنا نبلش بالدرس